اجمعين عقلب واحد اجمعين حتى بتعبنا في البدل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البدل عادتنا منه سعادتنا بالحب نغرس والحصاد كبير نرسم على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور روح حلوة رائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البدل مستمتعين. العمل التطوعي هو العمل اللي يقدمه الإنسان من غير أي مقابل، العمل اللي يقدمه وما ينطر منه شيء، ما ينطر منه شكر ولا ينطر منه هدية، يقدمه لوجه الله تعالى. بداية إنشاء فريق نحن متطوعات كانت في سنة 2010. فكرة الفريق جت إن شو ممكن إحنا نطور في الفتاة الكويتية وفي نفس الوقت نخدم في المجتمع، فشفنا إن المشاريع التطوعية هي تعتبر أرض خصبة لجذب انتباه ولجذب أيضاً المتطوعات وفي نفس الوقت تطوير المهارات والقدراتهم. أهمية التطوع في حياة الفرد يعزز ثقته في نفسه، يتعلم تنظيم الوقت، يعزز روح التعاون ويتعلم التواضع ووايد أمور ثانية مثل مهارات التواصل. شروط الانضمام للفريق جدا سهلة، احنا نرحب في الكل والجميع، لازم انها تكون هي فتاة محبة للعمل التطوعي وفي نفس الوقت مبادرة وايضا عندها الرغبة في ان هي تغير من نفسها وتغير في المجتمع. العمل التطوعي اضاف لي حياتي، خلاني انظم وقتي، اتعلم شنو الاهم واسويه، اعطي من غير اي مقابل واتواضع مع جميع الناس وجميع الجنسيات. رسالة فريق نحن متطوعات تنمية الفتاة من خلال مبادرات تطوعية لتكون شخص إيجابي وفعال في المجتمع. من أهداف فريق نحن متطوعات أهدافنا كثيرة، لكن من أهمها تعزيز قيمة العمل التطوعي عند الفتاة الكويتية وفي نفس الوقت ربط هذه القيمة مع القيم الأخرى المجتمعية والدينية والتربوية. وايضا اهم من اهداف فريق نحن متطوعات تعزيز الجانب الاداري، شو ممكن كل فتاه تكون عندها القدره على اداره فريق تطوعي ونهايه اكيد بان تكون شخص ايجابي وفعال في المجتمع. انشطه وفعاليات الفريق متنوعه، عندنا انشطه موسميه وفعاليات موسميه بحيث انها تحصل تقريبا بشكل شبه سنوي، مثل عندنا مهرجان اتعلم واعلم، مهرجان العماله المنزليه، وعندنا ايضا برنامج الجداريات وزيارة الأسر المتعففة وغيرها. وتحدث أكيد في بعض الأحيان برامج وأنشطة مختلفة حسب كل موسم وحسب رغبة البنات وحسب فعاليتهم. بما أن إحنا فريق تطوعي فلابد من ربطه مع العمل الخيري. هدف فريق نحن متطوعات بأن ريع وإيرادات المشاريع اللي إحنا نسويها تقوم في دعم طلبة العلم داخل الكويت. خلال السنوات اللي فاتت 12 سنة كفلنا أكثر من 300 طالب، فبهذه الطريقة إحنا ربطنا العمل التطوعي مع العمل الخيري. وأيضا في مشاريع رمضانية كل سنة تصير، وأيضا زيارة الأسر المتعففة، هذه كلها تصب في العمل الخيري. اللي يميز فريق نحن متطوعات عن باقي الأفرقة بأن فريق متطوعات يركز على الفتاة نفسها. الهدف إن إحنا شلون ممكن المتطوعة تنمي مهاراتها وقدراتها وإمكانياتها من خلال المبادرات التطوعية. على الناس السرور نزرع بساتين وزهور ننشر أمل والمجتمع فينا فخور أحلى شعور وبروح الورائعين عقلب واحد أجمعين حتى بتعبنا في البدل مستمتعين متطوعين للغير متعاونين بالخير نفيد حتى نستفيد كثير البدل عادتنا منه سعادتنا بالحب
أنواع الدعم أكيد مختلفة، منها الدعم النفسي أكيد من أهلنا ومن أهل المتطوعات، وفي نفس الوقت نشوف دعم نفسي ودعم مادي ومعنوي من قبل الرعاة. لكن أكيد واجهتنا بعض الصعوبات في البداية، كون إحنا شو ممكن نعزز هذه الفكرة، نعزز هذه القيمة، يعطونا الثقة من البداية، ومن بعد ما يشوفون هذا الإنتاج وإنتاج فريق نحن المتطوعات نشوف إقبال كبير من ضمن الرعاة، وأيضا هم حابين يتعاونون معنا. أما بالنسبة للمشاريع فالإنجازات كانت سوينا أكثر من 5 مهرجانات لأتعلم وأعلم. بالنسبة للعمالة المنزلية ولله الحمد أكثر من 1400 عاملة، وأيضا كفلنا أكثر من 300 طالب علم داخل الكويت، وإنجازات كثيرة، وإن شاء الله بجهود فريق نحن المتطوعات والمتطوعات نفسهم راح نتوسع بإذن الله. الفريق التطوعي هو يسوق نفسه، لما إنجازات الفريق ولما الجمهور نفسه يتفاعل مع مخرجات هذا المشروع، فبالتالي نشوف في تطور كبير من ناحية البنات نفسهم ومن ناحية أيضا أهاليهم. أكيد دور السوشيال ميديا جدا مهم، دور الرعاة جدا مهم في التسويق، لكن نجاح الفريق ونجاح المشاريع هو الإنجاز وهو التسويق الأساسي. نصيحتي لكل شابة في مرحلة الثانوية وفي مرحلة الجامعة، كلنا نملك في هذه المرحلة أكيد ضغوط دراسية، لكن في نفس الوقت عندنا فراغ كافي وعندنا ولله الحمد صحة كافية، فإن إحنا نستثمر في مهاراتنا وقدراتنا في العمل التطوعي. فاستثمري وقتك وشاركي في أي فريق تطوعي تلقين في نفسك في تطويرها، وبنفس الوقت أيضا تخدمين مجتمعك. النصيحة اللي أقدمها إن كل بنت بعمري أو أكبر تضيف التطوع في حياتها، تتعلم شلون تستغل وقتها وتشارك في مشاريع تطوعية، وباب نحن المتطوعات مفتوح للكل، فحياكم الله. ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل والمجتمع فينا فخور، أحلى شعور وبروح حلوة رائعين، عقلب واحد أجمعين، حتى بتعبنا في البذل نستمع على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمل.